تشرب ايه بقى؟ طب انضف معاكي الاول. ايه ده الدرجه دي باينه مش نظيفه خالص. مردومه. ده برضو المكان بتاع جدك؟ لا دي شقه جد نسمه. نسمه بقى اتربيت انا وهي مع بعض هنا في الغردقه. جدها وجدي كانوا صحاب قوي. بتعيش هنا؟ هي نسمه بقى لها شهرين في مصر. اصلها بتلعب مزيكا. فلقيت فرصه كويسه في مصر مع فرقه وكده. فراحت تجرب حظها. سابت لي مفاتيح الشقه عشان اخد بالي منها واسقي جنينه وكده يعني. فكرتيش ابدا تسيبي هنا وتروحي تعيشي في القاهره؟ فكرت يعني زمان كنت عايزه اعمل كده قوي. ده كان حلمنا اصلا انا ونسمه واحنا صغيرين. كنت عايزه ادخل كليه طب. كنت عايزه ابقى دكتوره. ما فيش حاجه حصلت يعني زي اي احلام حلمنا بيها وما حصلتش. طيب ثانيه واحده. دور علي اي حاجه نسمعها. نسمع عندها حاجات حلوه قوي. نعهد جدا. متهيألي هسمعك حاجة على ذوقي بقى. ماشي. المستشفى معلش ممكن توطي شويه. الو ايه امتى وصلت؟ لا ما تعمليش حاجه خالص انا جاي دلوقتي. يلا معلش انا اسفه انا لازم امشي دلوقتي المستشفى لجدتي. حصل ايه؟ ايزيس جت. مين ايزيس؟ ماما في المستشفى راحت لقيته فلازم اروح دلوقتي. طيب مش مشكله بس طمنيني. بس انت هتعمل ايه؟ انا ممكن اخدك تبقى هنا على فكره لو ده مش هيضايقك. لا تمام خليك هنا. انا بس كنت عايزه. معلش الايام جايه كتير. معلش. طيب لو احتجت اي حاجه كلمني وانا هرجع بسرعه. قلبي حس انك وصلتي فقلت اطلع استناكي بره. انتي ازاي سايباهم يعملوا فيها كده يا هالة؟ دول بيدوها كم ادوية مش معقول. كلها سموم وكيماويات في جسمها وهي اصلا مش مستحملة. ما هو انتي مسافرة تاني امتى؟ لا بعد اللي شفته ده انا هقعد شويه ما ينفعش امشي واسيبها دلوقتي. وحشتيني قوي زي القمر. شكلك احسن كتير من اخر مره شفتك فيها. تمام خلصنا يلا. ما كنتش بلعب الوقت اللي فات ده كله على فكره، انت عارفه ان كان عندي شغل.
ازيك يا إيتو؟ مين الست جي اللي عداني من الصبح؟ مين جي؟ شايفة؟ مش عارفاني. أنا إيزيس يا ماما، إيزيس بنتك. أنتِ كدابة، جي إيزيس بنتي. ما هي كمان اسمها إيزيس يا إيتو. حلو اسم إيزيس، أنا اللي اخترته لبنتي. أيوه يا حبيبتي، أنتِ اللي اخترتيه، عشان كده أنا بحبك زي ما بحبه. أنتِ دكتورة زي إيزيس بنتي؟ دكتور ايه المسلسل ده؟ احكي لي قصته. ازاي واحده في حالتها محتاجه هدوء وراحه يفضل التلفزيون يور كده في دماغها طول النهار؟ ما هي طبعا لازم تتوه. صباح الخير يا رانيا، معلش تعبناكي معانا. لا تعبك روحي يا مدام هاله، الست الجانيتي دي بركه المكان كله. تاني؟ مش قلنا بلاش الادويه دي كلها؟ هو انا بدن في مالطا؟ أنا مش عايزة أدوية، دول عايزين يموتوني. إزاي بس يا إيتو؟ ده كل الناس بتحبك هنا. تحديداً رانيا بتحبك زي أنا بالظبط. ما تقلقيش. مفيش حد هيأذيكي هنا. رانيا مفيش تغيير في الأدوية. ولو في أي حاجة تكلميني أنا من فضلك. تعرفي إيه عن حالتها عشان تقولي لهم يغيروا الدواء؟ أنتِ عارفة لو ما خدتش الدواء يوم واحد بس إيه اللي ممكن يحصل فيها؟ فبلاش تفتي في حاجة ما تعرفيهاش. تعالي نخرجها فترة قصيرة ونجرب الطريقة اللي بقولك عليها. طريقة إيه بس يا إيزيس؟ أعشاب وطاقة وخزعبلات؟ هو أنتِ فاكرة إن الحاجات دي هتفرق في حالتها بجد؟ أيوه. أنا جيت ومش هسيبها. أنا اتطلقت وهقعد معايا لغاية ما تخف. قولي كده من الأول بقى، قولي كده. فأنتِ بقى جاية هنا عشان تقضي أجازة بين راجل والتاني. قوليها من الأول. هالة. إيزيس لو سمحتي، آخر مرة هقولها لك، أنا المسؤولة الوحيدة عن حالتها وأنا اللي هقرر كل حاجة. عايزة تقعدي معانا شوية لغاية ما تتجوزي؟ براحتك، أهلا وسهلا. غير كده أنتي هنا ضيفة. أنتي رايحة فين دلوقتي؟ عاوزة أقعد أتكلم معاكي شوية زي الناس. عندي شغل. ممكن أشوفك بعدها؟ بعدها ورايا حاجات كتير. وراكي ايه؟ رايحة لنسمة. تمام، بالليل رايحين لأحلام، فلو حبيتي تيجي تمام. بس أنا عارفة إن أنتي ولا بتطيقيها ولا بتطيقي عيالها. المهم، حابة أوصلك حتة؟ لا، أنا هقعد مع ماما حبة. لسه فاضل شوية في ساعات الزيارة. طيب، أنا لازم أمشي، أنا اتأخرت. سلام. مدام هالة، انت حجزتي قبل كده في فندق كرفان؟ اشمعنى؟ مش فاهمة يعني، اشمعنى كرفان؟ يعني ده الاوتيل اللي حصلت قدامه الحادثة، وكان واضح ان حسن دخل هناك قبل ما تخبطوا العربية. ايوه، بس انا ايه علاقتي بالموضوع ده؟ انا من سكان الجونة وعندي بيت هناك، فايه اللي هيقعدني في اوتيل؟ انت بعتي بيتك ده، اكيد بتحتاجي المكان تنزلي فيه لما بتروحي للجونة من الوقت للتاني. بروح اقعد عند اي حد من صحابي، باجر اي مكان، بس مش فاكره ان انا قعدت في اوتيل، واكيد مش الكرفان. ليه اكيد مش كرفان؟ عشان هو اوتيل غالي قوي وكل اللي بينزلوا فيه سياح، فانا ايه اللي هيوديني هناك؟ وايه اللي ودى حسن هناك؟ مش عرفني. يعني انت واستاذ عمر ما حجزتوش هناك قبل كده؟ انا عمري ما دخلت المكان ده قبل كده. وعايزه اروح حمام، هو في حمام قريب؟ قوم يا فندم. وصل مدام الحمام. لا تمام، مش مستاهله يعني، ممكن توصف لي ازاي؟ ما يصحش. اتفضل.